منتخبنا الوطني منتخب النشامى الذي رتب لوحة الفوز والفرح. هذا هو العالم الأردني يرفرف عاليا خفاقا هنا في استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء ليعلن فرحة الأمل والتأهل إلى نهائي إلى كأس آسيا في إندونيسيا 2018. القبلة والفرحة هنا الجهاز الفني والتدريبي واللاعبين والجمهور الأردني، الكل فرح في هذه المباراة. ما أحلى العلم الأردني أن يكون خفاقا عاليا في سماء أستاذ الأمير محمد في مدينة الزرقاء. اللاعبين الفرحين الفرحين بهذا الفوز. العلم الأردني الأحلى والأجمل، الوطن الأحلى والأجمل، القائد أبو الحسين الأحلى والأجمل، الشعب الأردني هو الأحلى والأجمل، الأحلى والأجمل هو الفوز، الفوز الفوز وما أحلى الفوز. الانتصار في الرياضة الأردنية هو شيء كبير في عالم الرياضة. كرة القدم الأردنية بخير. النشامة حامل لأخته محمد قادما للفوز، قادما إن شاء الله لرتبة الفوز منتخبنا الوطني في المرة القادمة. شوف فرحة الفوز، شوف دموع الفرح، شوف الأمل موجود، الفتح موجودة والكل موجود، الكل فرح. ويت دايق. هل يعيد سيناريو كندا؟ هل يعيد مستخدم العمل في كندا؟ هل يعيد الفني الناجح أحمد عبد القادر؟ تحية لكل المدراء الفنيين الوطنيين ولكل المدربين الوطنيين الذين يرسمون لوحة الفوز، لوحة الأمل، لوحة الانتصار في عالم كرة القدم الأردنية. الجمهور الكبير، لاعبين منتخبنا الشباب، تحية لهذا الجمهور الكوفي الذي سحب المملكة الأردنية الهاشمية من العقبة إلى الرملة، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، ليقفوا مع المنتخب الأردني، ليقفوا مع النشامى. هذه هي فرحة الفوز، ما أحلى الفوز، ما أحلى الفوز. وننتقل بكم لمتابعة ما هي الفرحة الموجودة عند لاعبين المنتخب الأردني، والكلمة مع الفريق عند جمال المواجدة، والتحية لكل من عمل في نقل كل أحداث الرياضة الأردنية. ننتظر من كل فرحة الفوز. أيوة. شكرا لكل مدير عام الإذاعة والتلفزيون، وكل الشكر إلى مدير قناة الرياضية الأردنية ولكل زملائنا ولكل زملائنا على التقدير على التقدير. وذلك أيضا دائما المشكورة دائما لكل من يعمل في عرض النقل في الأردني في سواء كل ملاعب الأردنية وتحديدا اليوم. ولكل المصورين ولمهندس عرض النقل وسيد مسموح المجاري. اشوف احمد وليد حمد ايضا لكل زملاء المصورين وايضا العوضات ودري ولكل المصورين. شوف احمد عبد القادر والفرحه الموجوده، اللاعبين موجوده والامل موجود. شوف 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 وليد ميخائيل مدرب الحراس حق ايضا كل الاحترام والتقدير ولكل المعلقين وايضا ولكل زملاء المخرجين. وان شاء الله اتمنى التوفيق ايضا لكل لا هذا هو الفرحة الموجودة.